طلاب السادس well hello there وياكم أستاذ أسامة محمد أو معروف باسم أسامة جيسون. أنا مدرس ومدرب لغة إنجليزية، مدرب لغة كمحادثة ومدرس للسادس الإعدادي. إن شاء الله وعلى بركة الله عندنا اليوم الدرس الأول lesson one. هذا الدرس عنوانه بالكتاب اللي هو my toe is bleeding، إصبع قدمي اللي هو التو bleeding اللي هي ينزف. شنو المهم وشنو المحصلة واللي حناخذها من هذا الفيديو ومن هذا الدرس؟ طبعا هنا المحصلة من هذا الدرس عندنا إسقاطات مهمة. إسقاطات يعني عندك معاني ومفردات مهمة تجيك بالوزاري. شلون تجيك؟ تجيك بصيغتين، يا أما تجيك بسؤال عندك مستطيل بمعاني طبعا من كل الكتاب وتكون واحدة منها ذني من ضمنهم، وعندك جمل وانت تعرف لازم من المعنى اللي انت راح تاخذه بالتمارين والوزاريات تعرف وين تخلي المعنى الصح بالجملة الصحيحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تجيك بالسؤال الثالث، سؤال الإملاء، تجيك وحدة من هذني وحشوفون شلون ممكن تجيك بالوزاري، فلا تستعجل وخلي نعرف ايش عندنا أولا. من نجي على هاي الإسقاطات، زين شنو المقصود بإسقاطات؟ الإسقاطات هي معاني بكل بساطة، مثل ما تشوفون قدامكم يا شباب يا شطار، المعاني هذني مفصلات الأصناف، يعني أنا عندي مناية صنف inside and outside the body، يعني داخل وخارج الجسم. شنو يعني؟ يعني حناخذ الكلمات اللي هي بداخل الجسم وخارج الجسم. ايش عندي هنا؟ عندي blood دم داخل الجسم، bone عظم داخل الجسم، ستامك معدة داخل الجسم، عندك هارت قلب داخل الجسم، عندك سكن جلد خارج الجسم. عندي الفيربس أو قسم وسكشن الأفعال، هذا القسم بالمعاني التالية: بريذ يتنفس، سنيز يعطس، كف يقح، فينت يفقد الوعي يتخربط، swallow يبتلع. القسم الثالث قسم التريتمنت أو العلاج. شو عندي بي؟ عندي كريم مرهم، عندي pills اللي هي الحبوب، عندك pain killers الحبوب أو الكبسول، يعني pain killers اللي هي مسكنات الآلام، وعندك الباندج اللفاف معروفة، وعندي هنا عندي الجوينتس، الجوينتس اللي هي المفاصل، عندك الني. خلي بالك فد ملاحظة صغيرة، هذا حرف الكي لا يلفظ في حال إجا بعد ان، ني الركبة، الانكل الكاحل، هاي فيما يخص مفاصل الليج. أما مفاصل الارم الذراع ايش عندك؟ عندك الريست الرسغ، عندك الالبو المرفق، وعندك الشولدر الكتف. يا طلاب يا شطار يا عسل، هذني لازم تحفظوهم، هذني لازم حفظ، تفهم التقسيم شلون صار وتحفظهن على هذا الأساس. الليج بهذني ضمن الجوينتس، الارم بهذني الثلاثة، بس هذني ما تروح زايد في حال انت لغتك قوية، ما تروح تدور لي كل التفاصيل، لا بس هذني اللي قدامك وإلى آخره من الباقيات. زين أستاذ انت شرحت هذني، ليش هذا المربع أسود؟ شنو هذا؟ هذا بمعاني كلها متعلقة بالألم، يعني بينا نقول قسم الألم. يا ستار يا ستار شنو هذا القسم الغريب؟ شوف هذا يبين لك انه عندي انا ثلاث كلمات متعلقات بالألم، لكن كل واحدة بيهن بيها استخدام. يعني شلون؟ يعني كلمة pain هي اسم، ركز لي، اسم pain اسم، ألم اني عندي ألم، I have pain لدي ألم، اسم لازم تعرف الاسم وين يخلى وين أخليه. عندك الهيرت، هيرت يؤذي أو يؤلم، وعندنا ملاحظة صغيرة، هذه الهيرت هو فعل شاذ، يعني شنو؟ يعني هيرت يؤلم يؤذي مضارع بالماضي، أذى أو آلم هم هيرت، أو مؤلم أو مؤذي كتصريف ثالث همين هيرت، إذن هذه شاذة، هيرت هيرت هيرت. شلون تجيك بالوزاري؟ تجيك جملة، طبعا حشوفون ان شاء الله سأكتب لكم امثلة، انه ظهر آلمة البارحة راح اقول his back hurt him yesterday، او ظهر
يؤلمه اليوم صارت مضارع بسيط أقول my back أو his back hurts him أخلي إس. راح نجي للأمثلة ونشوفهن كلهن واضحات هسه بس أعطيك مثال على السريع. أما الثالثة اللي هي sore، هذا sore هي عبارة عن adjective، هذا اختصار لصفة، وهذا ال V verb وهذا ال N noun اسم فعل صفة. هذه الصفة معناها مؤلم أو متقرح. يعني تجيك ويا الجلد معناها متقرح، تجيك ويا العيون معناها العيون مؤلمة وأحيانا متقرحة، تجيك ويا الظهر، الظهر مو متقرح وإنما الظهر مؤلم. طبعا تعتمد حسب السياق اللي حشوفوه إن شاء الله بالملزمة. هذني مثل ما قلنا أنتوا لازم تحفظوهن زين، وهاي الصورة والصبورة قدامكم. Well hello again، طبعا نجي نكمل، رجعنا لكم بأربع أمثلة من التمرين سي. هذا التمرين بثمان نقاط، كتبت أربعة قدامكم، طبعا لازم كتاب النشاط يمكم على مود تتبعون وياي. الأربعة كتبتهن، الباقيات هكملهن لكن بدون كتابة، فلازم يا حبيبي كتابك بإيدك. زين، شلون تجي الإسقاطات؟ نطاني هذن الكلمات، هذن الكلمات اللي آني لازم أكون حافظهن وأعرف معانيهن على مود من تجيني بهذا الشكل بالامتحان أعرف شلون أتجاوب وأختار صح. bleeding أخذناها، وما أخذناها أخذناها هياتها bleeding ينزف. broken معناها مكسور. hurts أخذناها يؤذي أو يؤلم. pain أخذناها ألم. sick هي مريض، بس هنا تأنيلي يتقيأ أو يشعر بالغثيان، يعني نفسه ده تلعب. sore أخذناها مؤلم أو متقرح. dizzy يعني يشعر بدوار دايخ. sneeze معناها يعطس. خلي نجي نقرأ الجمل شلون تجيك بالوزاري. تجيك جملة بهذا الشكل يقول لها have you got a cold؟ هل لديك بارد؟ لا حبيبي لا مو بارد. هذه الكولد هنا يا اسم، ما طول قبلها معناها هذه اسم وليس صفة بارد. إذا الكولد كاسم معناها نشلة، هاي بالجلفي، بالفصحى زكام. يقول له هل لديك زكام؟ اللي ننشول شبيه. يقول له نو لا، أنا دائما فراغ. When I put pepper on my food، أنا دائما من شنو؟ من أخلي الفلفل الأسود أو يعني البهارات، فلفل أسود pepper on my food. شختار منا؟ شختار يتوالم ويا هذه الجملة؟ ها؟ البينش لشبي يعطس. يقول له لا أني دائما أعطس من أخلي فلفل أسود. يعطس سنيز، فهنا أخلي سنيز بهذا الشكل. نجي على الجملة الثانية. he was هو كان فراغ three times in the night ثلاث مرات بالليل. I think أنا أعتقد the food at the restaurant الطعام اللي بالمطعم where he ate حيث، ما طول جاي بالنص معناها أداة ربط وليس سؤال، حيث تناول الطعام where he ate wasn't very fresh لم يكن طازجا. أوكي هو تونا ثلاث مرات بالليل ما ادريش بيه بالليل، ماكل اكل، الاكل مو طازج، شي يصير بيك؟ اكيد هتقوم نفسك تلعب، او لربما اسم الله عليكم تتقيأ، اذا هختار من هذني السك، وقلنا السك هنا معناها ليس مريضا، وانما يشعر بالغثيان او يتقيأ. تذكروا لازم الكتاب بيتكم، هذني اربعة من اصل ثمانية، يعني من اصل الخامسة والسادسة كملها بدون كتابة. فحتى تكونون على بينة، بس لاني كتبتهن بهذا الشكل هم تكون أمثلة إن وهمين تكون من ضمن الكتاب وزاريات وتمرين في آن واحد. ثلاثة she cut her hand قصت إيدها، لا cut تجي أيضا يجرح. she cut her hand while بينما she was كانت chopping vegetables تسوي زلاطة. chopping يقطع، vegetables الخضروات. It was a very deep cut. كان جرحا عميقا. And it was. وكان فراغ a lot. وكان فتشي هواية. انت مجروح جرح عميق. شي يصير عندك؟ قلنا معناها يقطع. شي يصير عندك بالجرح؟ شي يسوي؟ ينزف. ياهو ينزف منا؟ bleeding. عافية بالشطار. كفو. My back. ظهري. فراغ.
All the time. على طول الوقت. آه والله أنا نصلي قاعد ظهري أذيني طول الوقت. It only feels okay. فقط تشعر بتحسن. أو يشعر يعني فقط يعني ظهري يكون تمام شو وقت when I'm lying down عندما أستلقي أنا شوية أقعد أرتاح هذا إلا ينام شغلت داتشة my back ظهري شبي يؤلمني all the time طوال الوقت ياهو من ذني يؤلم اللي هي الهيرت تصير هتقول لي أستاذ لحظة شنو هذه شو فعل بها إيس شنو جمع لا مو جمع هاي هذا إيس الشخص الثالث انت من عندك مفرد يا اما هي يا اما شي يا اما ات او اسم مفرد شوكت بالزمن المضارع تخليه لإيس الشخص الثالث لذلك انت هنا عندك الاسم هو باك كم ظهر عندك ظهرين لو ثلاثة وظهر واحد فماي باك تمام all the time ما طول عندك all إذن هذه all هي دلالة أنه الزمن ما تكوى زمن المضارع البسيط لأن المضارع البسيط هو دائما يكون متكرر متكرر في هالحالة دائما تجي عليها لذلك إيش هاخذ هاخذ ال hurt وياها ال s بهذا الشكل نجي على النقطة الخامسة واللي نكملها قلنا بالكتاب النقطة الخامسة يقول she can't play tennis ليس باستطاعتها أن تلعب التنس she has فراغ her right arm شبيها إيدها ليش ما تقدر تلعب شبيها إيدها broken إيدها مكسورة لذلك اختار يعني broken 6 I went swimming yesterday رحت البارحة أسبح and now والآن my eyes عيوني are ما طول عندك are او عندك فعل مساعد خلي ببالك هذا حيكون اكو بعد صفة اذا ياهو من ذني صفة شبيها عينه متقرحة نكمل الجملة from the chemicals in the pool من الكيميائيات او المواد الكيميائية اللي موجودة بداخل المسبح اذا هختار السور فالنقطة السؤال تصير my eyes are sore عيوني متقرحة بسبب الكيميائيات اللي موجودة وين بالمسبح 7 where exactly is the pain where exactly is the خليت ال pain يقول له وين بالضبط الألم and how long have you had it وش قد صار له الألم بيك how long have you had it 8 it was a very hot day كان يوما حارا جدا and she hadn't eaten لم تأكل or drunk أو تشرب anything أي شيء طوال اليوم all day that's why لذلك she suddenly فجأة went pale صارت لونها شاحب يعني هنا نقول اصفرت and felt وشعرت اصفرت وما ادري ايش حست during the lesson ما ماكله ولا شاربه صار وجهها اصفر شو يصير بيها شو يصير بيها dizzy and felt dizzy وشعرت بالدوار during the lesson خلال الدرس هسه عندنا تمرين جديد ويجي بالوزاريات والاسقاطات خلي اكتبها على السبورة هلا بالشطار اللي بعدهم منتظرين ومتحمسين للمادة والحماس يقرأ ألف Very good التمرين هذا التمرين بي من كتاب النشاط صفحة 19 هذا التمرين يجيك بسؤال الإملاء بالوزاري شي يقول لك بالوزاري؟ هنا بقى بالتمرين قايل لك Name شقد Three joints يريد منك كل المفاصل ثلاثة هن In the arm اللي هو منطيك الحرف W والE والاس بالوزاري ما يقول لك name the three joints عنده خيارين يا اما يقول لك name a joint in the arm وهذا هو او يقول لك name a joint in the arm بس يخلي لك مثلا W هنا يطلب منك بالضبط شنو تسمي له ومرات لا يقول لك سمي لي واحد ما طول عندك أ معناه سمي لي واحد مفصل بالإيد وخلاص وانت اللي تختار شنو تسمي له خوش كلام خوش كلام نجي هسه نحل name three joints in the arm ثلاث مفاصل ال W اللي هو الرسغ تكمل الحل بهذا الشكل
الاي اللي هو الالبو ممتاز والاس اللي هو الشولدر. هنا يقول لك name two joints in the leg نفس الاستراتيجية تجيك بالوزارة بهذا الشكل. يا ما يقول لك name a joint in the leg سمي لي مفصل بالرجل وانت تختار شو تسمي له، او يقول لك name a joint in the leg ويحدد لك الكلمة اللي هو يريدها. بدالك بكي معناها يريد الركبة اللي هي ني، تخلي الان والدبل اي، او يريد منك الكاحل هقول لك الاي اللي هو انكو الكاحل. هنا يقول لك name two things سمي لي شغلتين for لي covering a cut لتغطية الجرح. اثنين منطيك، الاولى اللي هي هاي ربما جديدة عليكم لان انا ما قلتها بالشرح اللي هي plaster يعني لزقة جروح. اللغة تعرفوها اللي هي البا very good bandage اللي هو اللفاف الاعتيادي، فعندنا الباندج وعندنا البلاستر. هذا فيما يخص هذا التمرين وقلنا يجي بالصيغة الوزارية ذاك الشكل. name a joint in the arm وما يقول لك يا حرف انت تختار براحتك، او يحدد لك بالضبط شنو اللي انت اللي هو يريده منك وتطبق نفس القاعدة نفس المفهوم على باقي الكلمات. او تجيك لربما مثلا بسؤال املاء مثلا شي يقول لك يقول لك joint in the arm خلالك مثلا ال wrist فراغ، انت لازم تخلي الثاني هتقول مثلا elbow او تقول مثلا shoulder كيفك، بس لا تكتب اثنين اكتب واحد، اذا كتبت اثنين هياخذ بس الاول هذا ما يحسبه، فانت لربما غلطان مخلي شيء غلط هنا فتروح عليك فاكتب بس واحد. فهذا هو موضوع الدرس الاول. طبعا انا كنت مخلي ببالي اني اعطيكم درس اول ودرس ثاني بس لاحظت هذا الموضوع بتمارين وما اريد اطول الفيديو عليكم لان الدرس الثاني هو درس مهم ومن الاساسيات بالجرامر، لذلك لازم اخليه فيديو منفصل. فهذا كل اللي عندنا اليوم. انا احب اشكركم لان شفتوا الفيديو للاخير، لا تنسونا بالدعاء وبالنشر وبالتعليقات واعطوني ارائكم بالفيديو، اي اقتراحات انا حاضر. This is it. I remember. Study hard, and I wish you all the best. Peace out.